كسرت. يلا انكسر الشر، ان شاء الله يكون فعل خير يا رب. شو كسرت هاي؟ شو بيعرفني؟ لك شو كسرتي؟ يا ابي هي هاي شو؟ يا ابي هي المشربية وقعتنا على الطاولة انكسرت. مشربية؟ الله لا يوفقك. يخرب بيتك ما لقيتي غيرك مشربية تكسرية؟ شو يا مو بيدي القصة؟ يعني وقعت لحالها وانكسرت؟ لك هاي مشربية المرحوم ابي هلا بنص عمره انزعج هو وميت، الله لا يوفقك، ان شاء الله بتنكسر لعبتك. شوفي كسرت المشربية. يوه لي على انتي ان شاء الله. طول بالك يا ابن عمي، اماني روي. اكثر من هيك بيطول بالي؟ اكثر من هيك بدي روي؟ لك كسرتوا مشربية ابونا جدي. ابن عمي هاي مو مشربية ابو الجدة. شو هالحكي؟ ايه والله. لك شو؟ عشان تحكي انت؟ ايه عمي لا مو هي. اكيد مو هي. اكيد ابن عمي مو هي. الحمد لله. الحمد والشكر لك يا الهي، خلاص رجع ابي مبسوط ومروق بعبره. الحمد لله. لك بنتي الله يرضى عليك يا فتحية، انتبهي على شغلك مرة ثانية، لك حاجة تكسري لنا اغراض بهالبيت بقى. حاضر يا ابي بامرك انا. ايوه. لك لحظة. ايش كان هاي؟ مو مشربية ابو لجدي. وين مشربية ابو لجدي؟ ما بعرف. بس اكيد في حدا اخذ مشربية ابو لجدة وحاطط هي مكانها. اكيد. شو فتحية؟ يا ابي والله ما شفتها، اصلا ما بعرف عن انه مشربية عم تحكوا. لك شو ما شفتيها؟ لك كان وين راحت؟ والله ما شفتها انا يا ابي. ما شفتيها؟ لك مين اللي اخذها لك هون؟ ابن عمي روق شوي شبك، خلينا نسال افتكار او وحده من البنات بركي بيعرفوا وينها. فريال. حاضر ابن عمي. اجتماع. امرك. يلا. عم نقول لك اجتماع. اسمعوا كلكم، المكافأة فردية والعقوبة جماعية، وكلكم بتعرفوا بالبيت كان في مشربية، في مين سرقها وحط بدالها. اشهد علي الله يا ابن عمي، اشهد علي الله، انا ما شفت شيء يا ابي. بس فهمنا انه نحن شو لنا شغل بالمشربية؟ معقول صدقنا انا واخواتي اللي عملنا هيك؟ شيت اني صدق المشربية صار لها رجلين وسلحبت وطلعت وراحت من باب الصاق. ما بصدق. نزل. فكروا منيح. إيش كان ما اجيت تعرفوا، يا بتجي يا عم والا الكل بده ينرفع فلقه. يعني الكل سمعتوا حكمه خانم شو قالت؟ الكل بده يرفع فلقه. لذلك ايش كان بدكم؟ ما يصير نتف شعر وقيمه فلقه وحبس بغرفه الجندي؟ اعترفوا يا ابي. انا صرت احلف لك اني ما شفتها، وانا صرت احلف اني ما لمحتها. يا ابي انا بحلف النص وحده بس انا ما شفتها. والله انا شايفها. بس انا بدي افهم لك، انا المشربيه وين اختفيت؟ طول بالك يا بنات، خلونا ندور بالبيت. برقدة حدا نسيانا مشي يرني. ايوه سمعتوا فريال خانم شو قالت؟ برقدان ماشي، برقدان حدا نسيان وين حطها، برقدان واحد تفركش فيها وما حس. لذلك يلي بيلاقيها إلى مكافأة وحرزانة كمان. انتشروا. يلا يا بنات يلا. يا عود ايه. إلا ما تبين فكري، إلا ما تبين. الله يسمع منك، الله يسمع منك يا حكمات. أنت بتعرفي بخاف كثير لأنه هي من ريحة المرحوم أبي الله يرحمه. يا ما شو بتخاف تقبرني؟ على أساس هو كثير كان رضيعنا عليك بحياة عينه. أوعيك حكمات، أوعيك. العود أعواج وحكي سوا، من طول عمره أبي رضيعنا عليه الله يرحمه. إيه تعيش تقبرني، يرحم أحبابك. مشان هيك
عطاك الورثة تبعك قبل ما يموت. هلأ هاد شي وهاد شي. لا فكري، هاي مثل هاي نفس الشي. لا تقلي. على كل حال هلأ ما بجوز عليه إلا الرحمة. يلا الفاتحة على روحه. لحظة، وين كانت المشربية يا حزريك؟ ليش انت بتعرف؟ لا. شو صار معكم؟ ما في شي بالغرف يا بي، ولا حتى بالمطبخ ولا بالحمامات. وين هون يا بي؟ لك حتى على السطح ما في شي. شو بفهم من هذا الحكي ست فريان؟ يعني المشربية ما أنا موجودة بالبيت. ايوه، معناتها في مين سرقها؟ او يمكن الله العليمها حدا مخبيها مشان شو؟ مشان ما يترك لأبي الله يرحمه أسر بهذا البيت. هي يا بي انسرقت. انا مبارح بالليل سمعت صوت باب سقاق انفتح، فكرت انت، بس لما طلعت انت لسه مانك جاية. لك العمى ضربك، ليش ما حكيتي من الاول؟ والله ما خطر على بالي انه يكون نازل حرامي على بيتنا. نازل حرامي على بيتنا؟ مزبوط كلام اختي يا بي، لانه انا مبارحة قبل ما نام شفت المشربية برنتك. وانا كمان يا بي شفتها برنتك. حرامي نزل على بيتنا وسرق المشربية. والله ما في غير هيك يا ابن عمي. هو لي يعرف المصيبة. هو لي فكري. طول بالك طول بالك، خلص روح على الكركون واشتكي. ايه بلا، لازم روح على الكركون واشتكي. شو هالحكي هاد؟ محلول الحكاية يا الله. ابن عمي لك الله لا يوفقك، لك شلون بدي روح اشتكي؟ ما انا كنت حارس الحارة هذيك الليلة. لبيب بدي روح اشتكي من كركون، الا الحارس بهذيك الليله اللي كان بالحاره انسرق بيته وراحت المشربيه، بدكم يعني انفضح بالحاره انا؟ خلص يا فكري لكان خلصنا، انسى الموضوع. طول بالك يا بي. والله راح تجنني يا عمي الشاويش. بالليل حراسة وبالنهار كراكون، مو متعبة هالشغلة؟ يا سيدي أنا تعودت على هذا الكراكون، صار لي عمر فيه، صرت حاسه مثل بيتي، ما عاد أقدر أبعد عنه. لك خلاص عمي الشاويش ولا يهمك، أنا بكرة بحكي لك مع الباشا وبخلي يرجعك على الكراكون. يا ريت يا سيدي تكون فضلت علي. خلاص وعد، أنا بوعدك، المهم تكون أنت رضيان وتضل عند قرارك ما تتراجع فيه. أنا قرار سيدي؟ إنك ما تجوز فتحية للباشا. أعوذ بالله يا سيدي، مستحيل يصير هذا الحكي. بري عليك عم الشاويش فكري، من طول عمرك رجال. يلا تيسر أنت، الله معك. يا ترى صارحه بأنه مشربية سرقيت ولا خايف أصغر بعينه؟ لا ما راح صارحه، خليني كبير أحسن. عمي فكري، عمي فكري، شو صار لك؟ شوفي شوفي انت شوفي. انا ما في شيء. ليش عم تسالني ما في شيء لك؟ هدي حالك. انت ليش عم تسالني انه ما في شيء؟ يا حالك عسكري فكري. احترامي سيدي. يلا انا لا حاضر. ألف الحمد لله أنه ما خلينا الوراق والذهبات بقلب المشربية. الحمد لله. ما الحمد لله. لك هبلة، معقولة أنت مصدقة أنه في حرامي نزل على بيتنا وسرق المشربية؟ إيه لك وين راحت المشربية؟ لك هو بيكون أخذها. شبك أنت فتحي عقلك، بس عم يلعب علينا. إيه لأ، معقول درتي؟ شو له مصلحة؟ حبيبتي مثل ما ظلت المشربية مختفية سنين طويلة بتختفي مرة تانية، وين المشكلة؟ ايه والله عم تحكي مزبوط يا درتي.
فكر حاله عم يضحك علينا. المهم فريال، بدي منك شغله، ما بدي مخلوق بالدنيا، ها اسمعيني كثير منيح، يعرف انه انا وياكي خبينا الذهبات والوراق. اعوذ بالله، شو عم تحكي؟ انا جاي اقول لك هالحكي اصلا. بس درتي بدي اقول لك شغله، يعني نحن امتى فينا نطلع شوي من الذهبات ونفرفح حالنا؟ لا اله الا الله، لسه بتقلي امتى فينا نطلع شيء من الذهبات؟ طولي بالك فريال، طولي بالك، بس لحتى تنتسى قصه المشربيه، شو بكي انت؟ بعدين بنطلع الذهبات شوي 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 ونتنغنغ قد ما بدنا، منيح؟ ايه عم تحكي مزبوط، بنطول بالنا، شو علي؟ محتار انا كيف بعيش، ضايع بين كيف وليش، وحدي بتزعل من وحدي، ترضى بكلمة معليش، خربوا عمري وسنيني حريم هالشر.